المشروع ديالي عبارة عن لف ورق الألمنيوم والبلاستيك الغذائي ديستيني لاليمونطاسيون ديال التغذية. الفكرة جات عن طريق الانترنت، بحثنا فيها لقينا انها مزيانة وقلنا علاش لا ما نطبقوهاش على ارض الواقع، علاش لا ما نطورش مشروع يعني يكون مشروع كبير، من بعد تقدر تخدم معك ناس يعني تخلق فرص شغل. مثلا لا يوجد منافس في الجهة عندنا، وعلاش لا قلت ما نشدش الجهة ديالي كاملة وحتى الجنوب. السلام عليكم، معكم محمد الحسيني 28 سنة، ممثل مدينة شيشاوة، تقني في الشبكات والأنظمة المعلوماتية. المشروع ديالي هو إنتاج ورق الألمنيوم والبلاستيك الغذائي، إنتاج ورق الألمنيوم والبلاستيك الغذائي اللي موجه للتغذية، يعني كنستعملوه في تغطية ديال الأغذية الحفاظ عليها. الفكرة جات عن طريق بحث على شبكة الأنترنت بالمساعدة ديال بعض الأصدقاء، تحية لهم من هذا المنبر. من بعد ما شفنا الفكرة عجبتني بزاف ومشيت قلبت على أفكار يعني باش درستها غير عن طريق شبكة الانترنت، قلبت على معلومات كثار. مهم مني خلال ديك أثناء الدراسة ديال المشروع خرجنا للسوق، درنا بحال قلتي ايتود با اونكيت، يعني مشينا عطينا اسئله للناس اللي كيستهلكوا داك المنتوج والناس اللي كيبيعوه كيعاودوا يبيعوا ديالو بحال البائعين في الجمله ديال المواد الغذائيه. لقينا بان المنتوج اللي المنتوج الثمن ديالو مقارنه مع المصاريف ككل باش تنتج هذا المنتوج كاين واحد مجال الربح، وبزياده على ان الفكره عجبتني يعني كاين ربح، قلت علاش لا ما تكونش على ارض الواقع. الحمد لله توفقنا في توفير بعض المعدات باش ننتجوا المنتوج ديالنا وسميتو، ولكن باقي كتواجهني واحد بعض الصعوبات يعني وتحديات، ومع ذلك ماشي مشكل، يعني صعوبات كاينين وتحديات حتى حنا عزيمه التحدي. 30 ثانيه غادي ان شاء الله نحاول باش نوصل البروجي ديالي يعني يكون مزيان ونحقق الاهداف ديالي ان شاء الله، وشكرا لكم.